كثيرا ما يتعلق بأبو خليل، يعني مخالفة غير متوقعة منه، غريبة جدا، لكن يعني قد يكون لها سياقها. أنا في تصوري بشكل يعني عام فيما يبدو لي، أنا اللي وصلني الشعور كمشاهد أن أبو خليل ما ترتب وضعه، يعني فيما يتعلق بوظيفة، حسب كلام بدر قاعد يقول في الهواء أنه الوظيفة حكومية وكذا، يعني عنده كذا إشكال، ف لأن المخالفة غير متوقعة منه، إجاباته في الميزان غريبة، حتى سؤال السؤال الأخير ما كمل إجابته، التصرفات غريبة وغير متوقعة من محمد، وليس مثل محمد يجهلها. هل تتوقع أنه خروجه مقصود؟ أنا أعتقد أن مشهد كتبه محمد وأخرجه وكان بطله، هذا اللي وصلني كمشاهد. عشان إيش تتوقع الأسباب؟ ما أدري، يمكن ما عنده إشكاليات أو ظروف خارج البرنامج. لا، إيش تتوقع أنه ليش اتجه لهذا المشهد إن صح التعبير؟ يعني هي الطريقة خروج السلسة من خروج اللي من النظام القانوني نعم، هي الطريقة السلسة اللي ما فعلا ما ترتب عليها تبعات قانونية ولا الجمهور يزال عليك، بالتالي يعني قدر الله ما شاء فعل. هذا اتهام ولا وشو؟ ولا توقع؟ وشو رأيك؟ طبعا توقع، ما عندي أي، أنا أقول هذا الشعور الذي وصلني كمشاهد، لأن محمد عنده ثقافة عالية، عنده التزام عالي، كل ما جرى يختلف تماما عن شخصية محمد. رأيك إبراهيم؟ والله شوف، أنا ما أستطيع الدخول بالنيات محمد، اللي ما طرحه أبو راشد الآن هو ما في نية محمد المتوقعة من أبو راشد كمشاهد. له يدخل في النية بيقول أتوقع. له يتوقع، ولأجل هذا قد يكون هذا مدخل لأبو راشد، أنه هذا واجبه الآن أن يتوقع الإشكال، وكذلك محمد وتصرفه. وأنا أتفق مع أبو راشد، أنا كمشاهد بعيد عن إدارة القناة، أنا أتفق تماما مع ما ذكر أبو راشد، هذا اللي شاهدته وحسيت فيه. لكن نحن كإدارة ما نقدر نحكم بالنيات، نحن نحكم بالوقائع. الوقاعة اللي أمامنا، محمد خالف مرتين، المرة الأولى غرد ونبهنا، المرة الثانية صافرة انذار. ولأجل هذا كل خطأ يتم فعله في الدواقة من جميع المتسابقين احنا ترى ننبههم، يعني سعدون نبهنا على التأخر، المرة الثانية الثالثة دخلنا في صافرة انذار ضد سعدون. فهذه قاعدة عندنا، ما ندخل المرة الأولى إلا إذا كانت المشكلة كبيرة. جميل. زي مشكلة الممتلكات، هذا بالنسبة لنا احنا عندنا إشكالية، الكاميرات اللي صارت مع سعيد. ولأجل هذا أنا ما أقدر أدخل بنية محمد كإدارة، أتكلم بلسان الإدارة الآن، ولو أني ناقد ترى بطرح طرح أبو راشد، لكنني من لغة إدارة محمد أخطأ وأخذ غند كبير، ولأجل هذا دخل عندنا في الميزان. وكذلك فترة الميزان كانت أجوبته غريبة وتوتره غريب، جبنا الكرسي طبعا لأجل الواضح عليه الإرهاق والتعب، ومع هذا استحق الخروج. طيب معلش يا إبراهيم، خليني بتجه اتجاهين إذا تسمح لي. اتجاه الأول، يعني كان في ارتباك واضح، كان في يعني بعد الخروج تأثر كبير يناقض إن صح التعبير كلام أبو راشد، إنه متأثر وزعلان عن الخروج وكذا. هذا إذا أخذناها بالسياق معاكس لأبو راشد. لكن أنا عندي سؤال كذا كبير مرة كذا، أول ما أجبت الإجابة هذه ولازم أحط عليه ألف خط يعني. جميل. طيب كذا إذا الوضع إحنا ما راح ندخل في النوايا ولا راح نركز في الموضوع وخرج وكذا، خلاص يا جماعة اللي توهق في البرنامج وشاف إنه العقد عائق يرتكب مخالفات. جميل. يدخل فقرة الميزان ويطلع والسلام عليكم يعني. طرح رائع. اللي يبيعنا نبيعه، واللي ما يبغى برنامجنا يتوكل على الله. احنا برنامجنا واصل والجمهور حابب البرنامج وحابب الاشخاص اللي فيه، ولا اتوقع في احد من ال 26 اللي طلعوا ما يبغى البرنامج، حتى محمد ابو خليل نفسه يبغاه وحريص عليه. لكن قد يكون اسباب اخرى انا ما اجهلها الان، لكن في المقابل انا وجهه نظري اللي ما يبغى البرنامج ونعرض على المتسابقين الان، ان كان مانعكم العقد توكل على الله، العقد انا مسموح، ان كان مشكله العقد فانا سامح لك كلام الخروج. وإذا كان أنت حريص وما الله كتب لك بظروف معينة، أما عدم الإجابات أو عدم الواقعية أو انضباط أو شيء، هذا احنا بالنسبة لنا العدالة، يجب أن تأخذ العدالة مجراها، لأن عندنا مسابقة وعندنا 26 متسابق يجب أن يدخلوا كلهم تحت سقف واحد. أما اللواح والأنظمة فيقينا هذه ما نسمح بها أبد، يقينا واصلة المرة الأولى والثانية. وإذا كان نظام جديد ما طرحناه ننبه عليه ونترك لهم مساحة في البداية، أحيانا يخطون ثم ننبه عليه مرة أخرى ثم نخالف. طيب
نعيد ونكرر انه احنا نبني حديثنا الان عن وجهه نظر ابو راشد. هذا لا يعني انه محمد ابو خليل قصد ان صح التعبير الاجابه بشكل خاطئ، ولا انه قصد انه يطلع، ولا هذه مبنيه على وجهه نظر ابو راشد. قد يكون له شعورك كمشاهد اي شعورك كمشاهد. ولاجل هذا خلينا نثني على محمد في البدايه. محمد رجل ممتاز، بدخل للفقره كامله اصلا. غير كذا انا ابني كلامي بشكل معاكس جزئيا بشكل كبير، كون انه ترى لحظات البرايم خصوصا اول برايم، لحظات البرايم مختلفه تماما. يعني اذكر في كثير من البرايمات تيجي اسئله، مثلا اذكر سؤال كان لاحد الزملاء ايش عاصمه قطر، كان فيها ثلاث خيارات ما ادرى انا ضاع، كان في ثلاث خيارات المنامه الدوحه والرياض اعتقد، جاوب منامه. فهو ما لا يعني انه يعرف الدوحه، بس انه الحاله اللي هو فيها، الجو العام اللي هو فيه، قد يكون قل غذاء، سهر، ايا يكن الاسباب، ارتباك يزيد من معدل الاشكال، فتلقاه مو على طبيعته يعني. بس في اشياء يعني طبعا السؤال الاخير اللي سئله محمد ابو خليل جاوب على الجزء الاول من السؤال. طيب لماذا السؤال يوجد فيه لماذا؟ يكتفي بهذا القدر. لا هذا اشكال، يمكن كان متعب، انت لاحظت التعب اللي عليه، لاحظت طبعا صعب ان ادافع عنه، بس انا اتكلم بلغه ابو راشد. يعني احنا نتكلم بالطرفين عموما، كل يعني المتسابقين دام طرحت وجهه نظر معاكسه الواجب علينا نرد. طيب الملخص جاهز؟ طيب على ما يجهز الملخص انا ودي اخذ برضو من الهاشتاج هنا يقول